بينما تلقي الآن الناس مع الأسف الآن أكو عفة، أكو ستر بالملابس، أكو حشمة. ترى بالمناسبة إخواني حتى الولد مطلوبة منا الحشمة، مو بس المرأة. البارحة إحنا في كلام كنا في مجلس آخر بالبصرة ذكرنا موقف، إجوا للنبي قالوا له يا رسول الله أكو شباب يتعرضون النسوان من تجي تصلي، مو فذولا شو تسوي لهم؟ يراد لهم عقوبة وتأديب. نزلت الآية الكريمة لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. تهديد مو؟ تهديد عنيف. إذا ما يصيرون مؤدبين، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض اللي يشاكسون النساء بالشارع، فيقول للنبي يقول له ترى إذا ما يصيرون خوش أوادم نحركك عليهم حتى بالمدينة ما يبقون. صار معلوم؟ لكن قبل هاي الآية بالضبط قبلها شو قال الله؟ لو ترجع للآية نفسها تلقي قبلها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يعني صحيح الشباب مو خوش أوادم يشاكسون النساء، بس قل للنسوان يتحشمن حتى من يحتشمن ليجيبن الناس إلين ويجلبن النظر. مو عالج السبب لو ما عالجه. فترى بالمناسبة احنا كثير من الناس يتبادر الذهن ان العفة والحجاب مطلوب بس من النساء، بس عمي ترى الولد هم مطلوب من العفة. اخواني اللي بكبري هسه الشباب يجوز ما يتذكرون، اللي بعمري انا ابن هاي الناس والله اتشرف بانتمائي الها. تذكرون من يمشي واحد بالشارع والهواء عالي لمعباته صوبه؟ وين راحوا الشياب؟ ما حد يتذكر هاي الحادثة؟ يلم عباته صوبين خاف الهواء بوجهه يصير وفشله؟ شو هسه يطلع بالسوق لابس لبرمودة فوق الركبة والهيدفون بداناته والتيشيرت وبعطة طالعة ويمشي جنة جسمه؟ شو بيك؟ شو انت بشر؟ انت آدمي يا أخي؟ ستر يا أخي، ستر مطلوب، الحشمة مطلوبة، الثوب ليكون رقيق، الملابس الداخلية ظاهرة، وبعد فوقها هالنوب حفافه والحواجب مدري شلون والهادي والمدري شنو ذني السوالف اللي ما اريد انزل لمستواهن واهبط. واللطيفه انه عنده اب وعنده ام وعنده عشيره وعنده اخوه وعنده اقرباء، من يرجع بالليل ما يتحاسب ايش لابس ايش مسوي بروحك ابويا، مزق بنطرونك ايش مالك انت شايف مزق بنطرونه يا الله دخيلك. شو قبل بنطرون من يفتك الذبه الوادم؟ لو تخيطه لو ذبه، إذا فقير كل شيء خيط بنطرونه. هسه هو يجيب له موسو ويمزقه السودنا عم يتخبرنا؟ لا حقيقة لو نجي نسوي نكت، وين الآباء؟ وين الأمهات؟ وين التربية يا سيدي؟ أنت ملاحظة سنجي لها النقطة. يا بني هو إلمن يخاطب من؟ يخاطب من؟ مو يخاطب ابنه؟ إذن ابنك مسؤول أنت عليه لو مو مسؤول؟ الله جاي يوجهنا بهالشكل. من يروي هاي القصة ما يرويها لقتل الفراغ، يقول لي يا أب مو بس باكر عقبة تريد لك ولد، والله ما عنده عقوق ويحطك بكاروك إذا ما ربيته وهيئت له مستلزمات الخلق السليم والأخلاق السليمة تحصل منه نتيجة. لو يروح يشم كريستال ويجي كتلك بالشراشاج أنت وأمك، أنت وأمه، مو إذا هملته إذا تيئته وطاح بأيدي العصابات يوصل إلى حد المخدرات لو ما يوصل. فلذلك قد هاي مو مرحلتها، بعدنا في محاور قبلها. لكن تسمع الحديث المن الخطاب موجه، يا بني تعال ابني اقعد وياي خلي اسولف لك، احنا اخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا وديننا تتنافى مع هذا اللي تسويه. والولد على سري أبيه، لكن احنا الآباء عندنا هم لو دورهم بالواجب، هم لو دورهم بالمسؤولية. هو هذا اللي يسبب بنا انت تلاحظ اكو اختلال بالمنظومة الأخلاقية لو ما عندنا انصافا، عندنا اختلال بالمنظومة الأخلاقية. يراد لنا مراجعة يا سيدي، يراد لنا متابعة لأنفسنا، يراد لنا ننتبه ما أحل الله ما حرم الله، شنو الحلال شنو الحرام شنو العيب. اكو أبناء عندنا الآن ما يعرفون معنى العيب، يعرف بس ما تمليه عليه الغريزة والقناعات الشخصية، والقناعات الشخصية من يستوحيها؟ يستوحيها